السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا أهلا وسهلا بكم سعد. اليوم سوف نتعلم من سياسات عن نظام الإيميلية الحقة من بعض العوامل الجديدة وهي طريقة نسخ الملف والمجلد. الآن لنشاهد المجلدات التي لدينا عبر IIS. المجلدات الأساسية سوف نقوم بإنشاء مجلد عبر MKDIR ونقوم بتسمية الملف FWO مثلا، والآن قمنا بإنشاء الملف IIS لنتأكد كما تشاهدون تم إنشاء الملف على هو في اللون الأزرق. الآن نقوم بعمل كليك ثم IIS يتضح الأمر، وثم نقوم بنقل الملف أو نسخ الملف عبر أمر CP، ونقوم بوضع /R للدلالة على الملف، ونكتب اسم الملف FWO، وثم لنود نقل الملف إلى الديسكتوب نقوم بوضع /S أضاف /S وثم هوم واسم المستخدم، أي هذا هو اسم المستخدم. نضع سرمف ساعات، وثم نقوم بكتابة ديسكتوب في حرف كابيتال أولا ديسكتوب، وثم كما تشاهدون هذا هو الملف. والآن نقوم بمسحه لنقوم بنقله بطريقة أخرى، لنقوم بتكرار الأمر. والآن نقوم بمسح كل ما سبق من ديسكتوب، نأخذه ووضع نقطة للدلالة على الهوم وسم الساعة، أي يكون نفس المسار كما تشاهدون تم نقل الملف. الآن نقوم بإنشاء مجلد ونقوم بتسميته f1fwo.txt. بعد أن قمنا بإنشاء المجلد أو الملف نقوم بعمل ls، أين هو الملف؟ هذا هو الملف كما تشاهدون fwo. نقوم بعمل cp بدون /r لأن هذا ملف أو text. نقوم بكتابة fwo وثم .txt وثم نود نقل إلى الهوم سالم الساعات /desktop. الآن قمنا بوضع نقطة ليعبر عن كل ما سبق، وثم نكتب desktop. الآن كما تشاهدون هذا هو. وإن رغبنا نقل الملف من هنا إلى هنا، أولا يجب الذهاب إلى الديسكتوب، نقوم بتوجيه للديسكتوب. الآن تواجدنا في الديسكتوب، نقوم بعمل كلير وثم نقوم بكتابة cpfwo.txt، نقوم بوضع /fwo. هنا نقوم بالنقلة لأن المشين دينار تحتاج سودو أي، هنا نستطيع بوضع نقطة يعبر عن الديسكتوب أو المسار الحالي. الآن تم نسخ الملف كما تشاهدون. نستطيع من هنا أيضا نذهب إلى FWO وثم LS لعرض الملف في داخله. الآن ننتقل إلى الأمر الثاني وهو للذهاب إلى الهوم مباشرة، نقوم بكتابة CD. الآن تواجدنا في الهوم، عدنا إلى المسار الأول. الآن نقوم بعمل كلير والذهاب إلى الأمر الآخر هو CAL، يعبر عن التقويم أو يعرض التقويم كما تشاهدون، ويختلف حسب الأنظمة في اللينكس. والثاني لدينا Date، يعرض التاريخ والوقت. وثم هذه هي نهاية فيديو اليوم، ونلقاكم في فيديو آخر إن شاء الله.